فكرة المشروع بلشت من الوعي والإدراك بالخطر البيئي اللي بتهدده النفايات الناتجة عن تصنيع الملابس وعن الاستهلاك الزائد لإلها. بعد هيك طبعاً لأنه إحنا في قطاع غزة، الفكرة بلشت تأخذ أبعاد اقتصادية، بحيث إنه الناس بيضل في عندها رغبة في اقتناء ملابس بجودة عالية، لكن الأسعار العالية بالسوق بتضلها حائل طبعاً لأنه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة متردي. على الجانب الآخر، من بعض المشاكل اللي ممكن يواجهها الناس هي إنه الاستهلاك الزائد أو الإقبال الزائد على شراء الملابس بيخلي عندهم كمية ممكن كبيرة من الملابس يلي ما بيستهلكوها كتير وماخد حيز فراغ بالخزانة مش أكتر. فبلشنا نفكر بهاي المشاكل إنه إحنا ممكن نقدم حلول للطرفين، بحيث إنه الطرف يقدر إنه يستثمر بملابسه بعائد مادي ولو كان بسيط، وعلى الطرف الآخر إنه يستفيد باقتناء قطعة بتوافق معايير الجودة ولكن بسعر اقتصادي. استخدمنا منصة الانستغرام للتسويق والعرض. من ناحية التسويق، أول حاجة استخدمنا التصوير الاحترافي في التسويق لحتى نجذب العملاء أكثر لأنهم يتابعوا القطع ويلاحظوا تفاصيلها وبنفس الوقت يخطوا بأنهم يقتنوا قطعة من القطع. وبنهتم برضو بالرؤية البصرية للمشروع وبالمؤثرات الموسيقية اللي بنضيفها لحتى عاد ما نقدر نجذب المشاهد بأنه يتابع معنا. بنستخدم زاوية صغيرة من المنزل في غرفتنا الخاصة، فبنضل مقيدين بأكثر من شغلة، أولها الكهرباء بحيث إنه بنضل متقيدين بساعات التصوير وساعات العمل. تاني شغلة هي إنه الزاوية صغيرة، فبنضل بحاجة إلى زاوية أكبر لحتى نوفر تصوير باحترافية أكثر وبنفس الوقت بأريحية أكثر، بحيث إنه نوفر للمتابعين للأشخاص تصوير أفضل.